بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض كورس الفوكابلري اللي كنا بدأنا ندرسه في 2 فيديوز فاتوا. الكورس ده باختصار هو بيتكلم على الكلمات اللي موجودة جوه المنهج، مش الشرح بتاع الدرس. طيب احنا بناخد ده ليه يا مستر؟ علشان لما نيجي نشرح الدرس نفسه تبتدي ان انت يبقى عندك معلومة عن اولا الدرس بيتكلم عن ايه في العموم، وايه اهم الفوكابلري اللي موجودة جوه. النهاردة هنبتدي نشتغل مع بعض في ليسن نمبر 3، طبعا في يونت 1. الدرس ده بيتكلم على حاجة اسمها physical quantities. physical quantities يعني الكميات الفيزيائية. انا مش مترجم الاسم ده بالعربي، بس انا عاوز الناس تبتدي من هنا ورايح تتعلم ان هي الكلمة تكون مفهومة بمعناها، مش مجرد ترجمة حرفية للمعنى للكلمة. physical quantity او physical quantities، الدرس كله يعني احنا لما نيجي ان شاء الله ندرس الدرس ده، الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ واتمنى ان الشباب يكون عندهم روح ان هم يفهموا الصورة. انا عارف ان في ساعات كومنتس بتجيلي ان مستر انجز في الشرح ايه، انا بس في ناس بتحب تفهم الموضوع بالتفصيل. الدرس ده بيتكلم عن ايه لما يجي ان شاء الله نشرحه؟ بيتكلم عن ان انت طول فترة دراستك في بريب 1 وبريب 2، قبل كده كنا نيجي مثلا نتكلم على الماس، على كتلة حاجة، انت بتوزن حاجة. فاجي اقول لك ايه؟ ان انت لما تيجي تعبر to express about this quantity، لما تيجي تعبر عن الكمية دي you must use unit. انت لازم تعبر عنها بيونت. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ان انا الوقتي وزنت الحاجة دي وطلع الماس بتاعتها مثلا 5. طب شكرا، 5 ايه؟ 5 متر، 5 سنتيمتر، 5 كيلوغرام، 5 تون؟ يعني في حاجة اسمها يونتس. اليونتس زي ما انت شايف كده، ان في مثلا الديستنس بالمتر، ان مش عارف ايه، كل دي قصة احنا هنتكلم عنها في ليسون 3 بالتفصيل. ولما هنيجي نشرح الموضوع ده هتلاقينا ان احنا بنتكلم ان في حاجة اسمها سكالر كوانتيتس وحاجة اسمها فيكتور كوانتيتس. هنا بقى انت داخل في الدرس نفسه. يعني انت قصدك يا مستر ان في حاجات بنعبر عنها بيونت، بنحط اليونت دي تحت كاتيجوري كده بنسميه سكالر، وفي حاجة اسمها فيكتور، طب ايه الفرق بين السكالر والفيكتور عشان نفهم؟ السكالر دي يونتس، وانت بتعبر عنها انا مش محتاج الدايركشن في حاجة. هعيد لك القصة دي من الأول. أنت راجل بتحسب مثلا الوقت التايم، فبتقولي والله الوقت اللي احنا استغرقناه في التجربة دي عشان نعمل experiment دي ويتوك مثلا احنا خدنا 5 hours. طيب أهلا وسهلا، يعني هنا أنا محتاج أعرف الوقت اللي أنت استهلكته في التجربة دي، فهو 5 ساعات مثلا. طب هل انت محتاج الدايركشن في حاجة؟ الدايركشن ده مقصود بالاتجاه. هل هم 5 ساعات في اتجاه الشرق، 5 ساعات في اتجاه الغرب؟ ملهاش معنى. لما اقولك انا مثلا قعدت اكل لمدة 10 دقايق، هل 10 دقايق في اتجاه جنوب؟ مفيش الكلام ده في الساوث مثلا، لا. او مثلا انت بتحسب مثلا بتحسب التمبريتشر. يعني شوف هنا مثلا من ضمن الحاجات اللي في السكالر كوانتيتس التمبريتشر. هل انت وانت بتعبر عن التمبريتشر اللي هي الحراره بتقول لي والله يا مستر الماتيريال دي درجه حرارتها مثلا 20 سليزيوس ديجري، درجه حرارتها 20، هل بتقول لي 20 سليزيوس ديجري ان نورث دايركشن في اتجاه الشمال؟ ملهاش معنى. يبقى انت عندك نوعين من الكوانتيتس. نوع اسمه سكالر، ده مش محتاج فيه الدايركشن، بس في العكس بتاعه بقى في حاجة اسمها فيكتور. الفيكتور انت علشان تعبر لي عنه لازم تقول لي هو الكوانتيتي بتاعته قد ايه والاتجاه بتاعه ايه.
وابسط مثال على الموضوع ده ان انت تيجي تتناقش معايا في حته الفورس، يعني من الفيكتور كوانتيتيز الفورس. فورس انا دلوقتي واحد عاوز يحرك المكتب او قدامي تيبل، والتيبل دي انا عاوز احركها. The force of yourself، الفورس بتاعتك should be directed to the table، لازم تتجه ناحية التيبل. يبقى your force should be directed to the table or the object you want to move، لازم تتحرك للأوبجكت اللي انت عاوز تحركه. ما هو انا افرض انا عندي قوة والترابيزة قدامي بالظبط، قمت انا محرك او قمت انا موجه القوة بتاعتي في اتجاه تاني مش في اتجاه الترابيزة او مش في اتجاه المكتب، طب ما المكتب مش هيتحرك. يبقى انت لازم يكون عندك ماجنتيود، يعني عندك قيمة وكمية، وفي نفس الوقت دايركشن. يبقى انا لما اجي اكلمك عن الفيكتور، طبعا احنا مش بنشرح دلوقتي، احنا بندردش مع بعض في الدرس بيتكلم عن ايه. الدرس يعني الشرح فيه واضح اكتر كمان. يبقى انا عندي فيكتور، الفيكتور دي عشان تعبر عنها لازم تقول لي هي قيمتها كام والدايركشن بتاعها كام. كلمه ماجنتيود يعني قيمه، ودايركشن يعني اتجاه. فمن الفيكتور كوانتيتيز، من اشهر الفيكتور كوانتيتيز الديسبيسمنت. طيب انا دلوقتي هبتدي ان انا اقرا معاك السكالر كوانتيتيز واقرا معاك الفيكتور كوانتيتيز، ومهمتك او مهمتك ان انت تكتبيها في كشكول او في اي ورقه وتبتدي ان انت تحفظيها لحد ان شاء الله ما نشرح الدرس، وهتلاقي الحاجات دي ايه المعنى بتاعها في الدرس نفسه. فخلينا نبدا ب وحاول انت تردد ورايا كده لو ليك مزاج. Scalar quantities. Scalar quantities is a type of quantities that should have magnitude to express about it. انت لازم يكون عندك magnitude عشان تعبر عنها. For example, distance. Distance مقصود بيها المسافة اللي انت تمشيها، وبنعبر عنها بالمتر. speed يعني سرعة، وبنعبر عن السبيد بمتر بير سكند. شايف الشرطة دي؟ لما اكتب لك متر بير، شفت الـ 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 الشرطة اللي عملتها دي بير سكند، جايز في منكم عارفة. time، كلمة اللي بقى كده time، طبعا time يعني وقت، وبنعبر عنه بالسكند. mass يعني كتلة. temperature يعني درجة حرارة، بنعبر عنها بالكلفن، الكي دي معناها كلفن أو سيلسيوس. pressure، كلمة اللي بعد كده pressure يعني ضغط، وبنعبر عنه بحاجة اسمها باسكال، بس هو مش عندنا في المنهج يعني، ولكن هو يونت تكون حافظها بس الـ PA. kinetic energy، طبعا عارفين الكاينتيك انرجي بالجول. اي انرجي، عشان بس نختصر مع بعض، اي انرجي هقولها لك تقول لي جول، يعني وفر على نفسك. جرافيتيشنال جرافيتيشنال، هو كلمه جرافيتيشنال هنا محطوطه يعني غلط كده، بس خلينا ناخد اللي بعدها. بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي هي الطاقه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، اللي بتكون ستورد ان اوبجكت، يعني لو انت عندك سبرينج سوسته وبتضغطها فده كده potential energy. work done، الwork done اللي هو الشغل اللي حصل اللي خدناه في prep 1 بنعبر عنه بالجول برضو. power يعني القوة أو الفورس، بنعبر عنه بالجول per second أو بال P. current اللي هو التيار كهربائي، يعني potential difference كلمة دي هنستخدمها كتير خصوصا في الترم الثاني. resistance والعلامة دي انتوا مش عارفينها لسه، العلامة دي اللي هي عاملة زي الشكل الفرعوني كده، العلامة دي معناها ohm، او اتش ام، ohm الف واو ميم ohm. دي اليونت بتاعت الريزيستنس. ايه ده؟ يعني ايه ريزيستنس اصلا يا مستر؟ لما نشرح بقى الدرس معناها عموما بالعربي المقاومه، بس هنشرحها بالتفصيل.
دي السكالر كوانتس. تعال نخش على الفيكتور. فيكتور كوانتس اول حاجه ديسبليسمنت، برضو الديسبليسمنت ايكوال تو ديستنس، يعني دي هي دي. بس هنفهم في الدرس بقى ايه الفرق بين الديستنس والديسبليسمنت. احنا هنا في الفيديوهات دي هدفنا بس نسمع الايه، نسمع الكلمة فيلوستي. فيلوستي وفي ناس بتنطقها فيلوسيتي، يعني بيقولوا سيتي فيلوسيتي، فيلوسيتي او فيلوستي، يعني في يعني بينطقوها كده وبينطقوها كده على اساس ان امريكان وبريتش وكده يعني. اكسلريشن، اكسلريشن كلمه دي صعبه شويه. اكسلريشن، اكسلريشن، اكسلريشن شبه شويه السبيد يعني، بس هي مش سبيد طبعا، بس هي في الموضوع بتاع السبيد والسرعه وكده. معناها بالعربي التسارع. فورس، فورس يعني قوه. ويت، ويت يعني وزن. مومنت، والمومنت هنتكلم عنها لما تيجي عندنا في المنهج، لان هي مش مهمه قوي يعني، هي مش، هي مش في المنهج، بتتقال كمعلومه يعني. يبقى انا عندي نوعين من الكوانتس، عندي سكالر كوانتيتي وعندي فيكتور كوانتيتي، ودي الاكزامبلز بتاعتهم. اتمنى ان انتوا تسمعوها مره واثنين وثلاثه. والدرس ده من اسهل الدروس اللي انت تاخدها في ثالثه اعدادي. هو بيتكلم عن سكالر كوانتس وفيكتور كوانتس، ويبتدي اللي هو بيقول لك والله السكالر زي الديستنس، السبيد زي التايم زي الماس، والفيكتور زي الديسبليسمنت، الفيلوسيتي الاكسلريشن، وهكذا. بتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى ان انتم تسمعوا الفيديو اكتر من مره علشان تكون بس الكلمات دي ما تتفاجئش بيها وانت بتذاكر المنهج. ربنا معاكم، ان شاء الله سنه سعيده. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.